نروح بقى للدوري الانجليزي، دوري المتعه والاثاره، ودوري يعني هو دايما بيتم تصنيفه ان هو الاهم وهو الاقوى. اصدر الستار بالفعل وانتهت الحكايه، حكايه واحده كل موسم نقول كده، واحده من اقوى بطولات الدوري الانجليزي على مدار العشر سنين الاخيره. مانشستر سيتي لا جديد بطل الدوري للمره الرابعه على التوالي بعد فوز مهم على ويست هام 3-1 على ملعبه ملعب الاتحاد، ورفع رصيده للنقطه 91 بعد منافسه اكثر من رائعه لفريق ارسنال مع مدربه ارتيتا اللي وصل للنقطه 89 في واحده من افضل مواسم ارسنال اللي قدر يقدمها في الفتره الاخيره. المان سيتي بطل الدوري بشكل يستحقه طبعا، جائزه يعني عن جداره وعن استحقاق مع مدربه بيب جوارديولا وكل نجوم الفريق هالاند، فودن، جوليان الفاريز. في المقابل طبعا فريق ليفربول اللي كان في بعض من الاوقات بينافس على البطوله، مشوار انتهى كمان مع مدربه يورجن كلوب بعد وداع عظيم جدا في الانفيلد بفوز معنوي على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وانهى تشيلسي موسم بفوز غالي على بورنموث بهدفين مقابل هدف، وضمن لنفسه مقعد في دوري المؤتمر الاوروبي. بعد تتويج مانشستر سيتي ارتيتا المدير الفني لارسنال بارك للفريق وكمان اتكلم عن فريقه، قدم كل حاجه في الموسم ولكن لم يكن كافي للتتويج بالدوري. خلونا نشوف ابرز هذه التصريحات ونعود مره ثانيه.